مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل. سعيد قوي النهارده طبعا بوجود معايا الاستاذ فتحي رجائي في الفقره الاولى عن دايره طلخه ونبرو، نموذج الحقيقه مشرف من الشباب اللي بيشتغلوا على تنميه وتطوير المجتمع. في الفاصل قدمنا يا جماعه فيديو، الفيديو ده كنا بنتكلم عن الاخ محمد فوزي المعاق، يمكن هو اتكلم قدامكم وشفتوا طبعا الظروف اللي هو فيها. من فضلكم اللي حابب وعايز يساعده من فضلكم، احنا طبعا بنتقدم بالشكر الجزيل لاي حد حابب يعمل ده، ومصر كلها خير. الفقره اللي احنا فيها دلوقتي فقره جميله، فقره عظيمه، انا شخصيا بستفيد منها جدا جدا. معايا النهارده دكتور علاء شحاته، اسطوره التغذيه العلاجيه. دكتور علاء، يعني بالنسبه للقاءات كتير حصل قبل كده، وبالنسبه لي شخصيا مفيد جدا وعبقري الحقيقه، بيقدم معلومات مهمه ومفيده، وشويه احنا يعني ما بنسمعهاش كتير النهارده عشان ما نطولش في المقدمه. دكتور علاء شحاته، بتشرف بحضرتك واهلا بيك دكتور علاء. اهلا بيك استاذ المشاهدين، وانا سعيد جدا ان انا متواجد معاكم، واتمنى ان الحلقه ان شاء الله تكون افاده لينا كلنا. ربنا يخليك دكتور علاء. يوم صحي صح، هذا هو العنوان. يوم صحي صح، النهارده هتعودنا ناكل بطريقه معينه، تعودنا ان احنا نتحرك بطريقه معينه، تعودنا في بعض الممارسات في يومنا كده، نروح الشغل نيجي من الشغل وناكل ونشرب ونتحرك وبتاع، لكن بالزبط. بدون نظام. يعني يوم صحي صح، هيك يعني اقترحت هذا العنوان بالزبط. يوم صحي صح، ثلاث كلمات طبعا. ايه الحكايه؟ هو انا طبعا العنوان ملفت جدا. احنا بطبيعتنا بنعيش حياه عشوائيه للاسف، احنا مش منظمين ولا عندنا ثقافه ان احنا ننظم يومنا. لو جينا نبص ان اليوم بتاعنا بيبتدي بدايه كده، نصحى بالصدفه، ناكل بالصدفه، يعني بنمارس حياتنا مش بصوره ايه منظمه او صوره ايه اتعودنا عليها. فاحنا بنقول ليه يوم صحي صح؟ لان انت لو مشيت يعني مارست العادات الصحية في يومك، هتلاقي نفس الأمراض بعدت عنك، هتلاقي نفس صحتك النفسية بقت كويسة. فدي الاستفادة. يعني احنا بنطلع من هنا ان احنا بننظم يومنا بحيث ان احنا نعمل خطوة لقدام، خطوة نفسية، خطوة صحية، نبعد الأمراض، وخصوصا طبعا احنا طالعين من جائحة كورونا وان شاء الله مش هترجع ان شاء الله يا رب. فلو جينا مثلا نقول نبتدي اليوم ازاي؟ انت حضرتك بتصحى الساعه كام؟ الفجر. الفجر حضرتك مثال بدايه كويسه، ربنا يخليك. كويس. طيب طبعا كل ما بنصحى مبكرا ده بيبقى حاجه كويسه، لان ده فعلا الوضع الطبيعي ان انت تصحى بدري. بتقول للجسم اصحى فوق بالتدريج، لان طبعا ما بتصحى بتاخد وقت عبال ما تنزل الشغل. صح ولا لا؟ طبعا. تمام. انا بقوم بالنوم على الشغل على طول. لا الساعه 4 صعب قوي. لا هو احنا طبعا لما نبتدي ازاي نقوم من على السرير. شوف البدايه، يعني البدايه من الاول خالص. بقى يعني خليني اول حاجه بس اسوق لحظه، هو احنا لما كنا في فتره الجيش كان بنصحى بدري جدا، يمكن الفجر او بالفجر، ومجموعه بقى تمرينات والافطار بساعه معينه توقيت معين والغداء والبروجرام كله. هل حاجه تقوله دلوقتي قريب من فتره الجيش او من بروجرام التدريبات والتمرينات والاكل والشرب والحركه وكده، ولا هيبقى مختلف شويه؟ هيبقى حاجه قريبه من كده، بس احنا بنقرب شويه للحياه الطبيعيه بتاعتنا. يعني برضه هتبقى منضبطه. يعني يعني هنقول بدايه ان احنا بنصحى ازاي. كلنا بنقوم من السرير على طول مره واحده، وده خطا مره واحدة كبير. وبالذات للناس كبار السن، احنا المفروض بنقوم بثلاث مراحل. الاول بنبقى مستلقين على السرير، بنقوم زاويه 90 درجه، بعد كده بننزل رجلينا، بعد كده بنقوم واقفين من على السرير. كويس قوي. الثلاث مراحل دول بينهم المفروض 30 ثانيه على الاقل. يعني بنقوم براحتنا بالبساطه كده. ليه؟ لان احنا بنقول للجسم اصحى فوق، وضغط الدم بنقول بنحاول بالتدريج يعني الجسم ايه يفوق بالتدريج. كويس. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا بعد ما بنصحى نشرب كوبايتين ميه، كبار ميه عاديه او ميه فاتره او ميه سخنه، وات ايفر، بس اهم حاجه عطشان ما تكونش ساقعه. طب لو انا مش عطشان؟ لا بص حضرتك، عايزين برضو نتفق على حاجه، ان الميه ما بنشربهاش عشان احنا عطشانين. لا، الميه بنشربها عشان جسمنا محتاجها. هل تعلم حضرتك ان من 70 ل 90% من جسمنا ميه؟ فده يقول لنا ان احنا لازم نشرب ميه. يعني مش عايزينه غصب عننا، بس لازم نبقى حريصين ان احنا نشرب. يبقى معانا دايما ازازه ميه. فحضرتك لما بنشرب كوبايتين ميه على الصبح، دي معناها ان ايه؟ بنقول للجهاز الهضمي برضو بنحاول نقول له ايه؟ حاجه زي تهيئه. بنهيئ الجهاز الهضمي، بنطرد السموم من الجسم، بيحصل
الجسم يحصل تفريغ، ما بقاش فيه امساك، واخد حضرتك؟ قبل ما بتروح قبل ما بتروح الشغل بيبقى خلاص جسمك فاق. كويس. نطرة السموم دي حاجه مهمه جدا. تاخد شاور، برضو الشاور بناخده اللي هو الحمام او بيسموه ايه، الدش. ايوه بالظبط. بناخده ازاي؟ في ناس بتخش ناحيه الدش على طول وتنزل ميه دايركت، ده خطا وده غلط وغلط جدا. برضو انا نسيت اقول ان قبل برضو قبل ما تاخد دش او شاور يعني لازم بتاخد كوبايه ميه. دي كويس. مهمه جدا برضو، حاجه ليها دعوه بالدوره الدمويه. على فكره مش كلنا بنعمل ده. لا طبعا. وبعدين الحاجات دي هتبقى عاده. تمام. يعني احنا بنتكلم على اساس ان ايه، مره مره في مره في مره هتلاقي حضرتك بتعملها لا اراديا، الحاجه بتتعود عليها. فالدش بقى بناخده ازاي والشاور بناخده ازاي؟ بناخده بالتدريج، بننزل على الجسم واحده واحده، واخر حاجه على منطقه الراس. مش بنعمل كده، بنروح داخلين مره واحده. ولازم ما يبقاش ميه ساقعه، ميه فاتره، ميه عاديه، ميه دافيه بسيط مش مشكله، لكن ما تبقاش ميه ساقعه. دكتور علاء استسمحك بس، انا تلقى اتصال تليفوني. اهلا بيك، مين معانا؟ اهلا بيك. السلام عليكم استاذ مصطفى. اهلا بيك استاذ مصطفى، ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا استاذ مصطفى، شرفنا. اهلا بيك. لا انا اسمي خالد. اهلا وسهلا استاذ خالد، اهلا بيك. اسمعك. تحياتي لحضرتك وللدكتور علاء. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ خالد، اتفضل. كنت بسال بالنسبه للاطفال ودخول المدارس مع وجود الشتاء والكورونا، ازاي ارفع مناعتهم؟ تمام تمام. احنا لسه كنا نقول دلوقتي. اهلا بيك، في سؤال تاني يا فندم؟ لا شكرا يا فندم. شكرا، تحياتي. استاذ خالد بقى بيستبق الاحداث. طبعا احنا كنا فعلا هنتكلم في وسط الحلقه عن الاطفال وبدايه الترم الاولاني بالنسبه للدراسه. تمام، نكمل بقى الخطوات. طب عشان نكمل نتكلم. فبعد ما بناخد الشاور بعد كده يعني يستحسن وجبه الفطار دي، عايزين برضو نبقى متفقين انها الوجبه الاساسيه، محدش ينزل من البيت الا فعلا واخد وجبه الفطار. ايا كانت الاسباب الظروف يعني لازم يفطر. ما احنا عشان كده بنقول نقوم بدري. كويس. وجبه الفطار برضو احنا مش عايزين نقصرها على ايه، حاجات معينه. لا، انت حضرتك كل اللي انت عايزه، بس لازم تاكل فطار. كويس. والمفيد وفي نفس الوقت التنوع. يعني انا مثلا بالنسبه للاطفال، يعني احنا بنغصب على الاطفال ان هم ياكلوا جبنه. لا، خليه ياكل مثلا جبنه، بس جبنه في انواع من الجبن كتير. الزبادي، في زبادي بالفراوله، زبادي بالشوكولاته. كويس. زبادي يعني احنا عايزين ايه، التنوع. ودلوقتي ما شاء الله الاكل انواعه كتير. فدي حاجه مهمه. من ضمن الحاجات برضو ان احنا لو يستحسن ناكل ثمره فاكهه، وبالذات التفاح. دي برضو من الحاجات اللي ايه بتعمل، بتهيئ الجسم وبتنظف الجسم بحيث ان الجسم يفوق. تمام. دي من الحاجات المهمه. المدرسه داخله بقى، واحنا بقى المدارس على الابواب، وعايزين دلوقتي نوجه بقى كده يعني فكره عامه كده. دلوقتي اللانش بوكس بتاع ابني رايح مدرسه، نحط له فيه ايه بقى؟ وانا اصلا بابا ما بحبش التفاح وما بحبش الموز. انا ما بحب، انا عايز جبنه رومي بس. انا بحب الاندومي. انا عايز شيبس، مش عارف شكله ازاي. دي مشاكل كلها على فكره بنعاني منها اولادنا او كده يعني. عايز حاجه بقى تقول لي طريقه نقنع بيها الاطفال. انت كلام حضرتك صح. هنبتدي من الاول. دلوقتي احنا فتره طبعا الصيف وعدم وجود دراسه كانت فتره طويله جدا. الاطفال او الابناء للاسف اتعودوا على الصحيان متاخر. نبتدي من دلوقتي، قدامنا فتره مع بدايه الدراسه. معلش يا استاذ لحظه، معانا، انا اسف، مش عارف. معانا استاذ احمد. اهلا بيك استاذ احمد، اهلا بيك، اسمعك، اتفضل. اهلا بيك يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا. بعد اذن حضرتك يا فندم، انا ابني انا عنده 9 سنين. كويس، اتفضل اتفضل. 9 سنين، ماشي. عنده نقص في التفاح، الكرات الحمراء. كويس. تمام. معاك، اسمعك. وكل شهر بنتابع بتحاليل، ويعني كل اسبوع الدكتوره ممشيانا. عملنا اخر مره التحليل، النسبه وصلت ل 17. تمام. كويس. طيب هو ماشي على، معلش، هو ماشي على علاج معين بياخده؟ في علاج معين بياخده؟ يعني كورتيزون. كورتيزون. طيب ايه سؤال حضرتك؟ كورتيزون يا فندم. السؤال فين يا استاذ احمد؟ السؤال يا دكتور، بياخد العلاج ومفيش تحسن لحد الان، فقال عمل. تمام تمام تمام. شكرا يا استاذ احمد. بص، هي دي حالة يمكن لازم عايزة متابعة وتحاليل أكتر، ويروح لدكتور
متخصص، يعني مش عايزين نقول ايه اي دكتور، الله اعلم هو راح، ما انا ما اعرفش راح لانهي تخصص، بس دي لازم دكتور متخصص ومتابعه متابعه مستمره. التحاليل مهمه، والتحاليل دلوقتي بقت تولز من اداه من ادوات الدكاتره ان هو بيقدر يشخص صح، يستبين فهو يتابع مع الدكتور، لان في حاجات تانية ممكن يكون مرتبطه بنقص في هرمونات معينه، يعني لازم التحاليل تبقى كامله وبناء عليها الدكتور بيقدر يمشيه على نظام معين وعلاج معين. وهي دي النصيحة المثلى، هي عايزة يعني تفاصيل أكتر طبعًا وتشخيص أكتر في كتير حاجات. دي النصيحة المثلى اللي حضرتك ممكن تقدمها للأستاذ أحمد المتصل دلوقتي، إنه فعلا يتابع مع دكتور متخصص في الجانب بالظبط. يعني أنت لازم تروح للدكتور التخصص اللي هو المناسب للحالة دي من حاجات. تمام. نرجع لكلامنا، كنا بنتكلم على الأطفال ودخول المدارس. تمام. طيب دخول المدارس ده لازم نحبب، بس معلش انا مش عارف الاستاذ حسن من الجيزه معانا، حلقتك تبقى يعني تبقى فقره مميزه. استاذ حسن اهلا بيك. استاذ حسن معانا، اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. أهلا مصطفى. يا اهلا استاذ حسن، اهلا بيك. ازي حضرتك يا مصطفى؟ يا اهلا وسهلا حسن بيه، اهلا بيك. ممكن اكلم الدكتور لو مصطفى؟ الدكتور معاه. اتفضل. سامعك مع حضرتك، اتفضل. اتفضل سامعك مع ممكن حضرتك. تغطي التلفزيون ونسمعك بوضوح، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، اهلا بيك، اتفضل. حضرتك لو سمعت عندي سؤالين اتنين يعني صغيرين، بس ممكن استاذنك. هو التين البرشومي غلط على السكر؟ اللي عنده السكر في سؤال تاني؟ في سؤال يعني تاني؟ اللي عنده السكر بياكل تين برشومي غلط عليه؟ طيب ده سؤال نمرة واحد. نمرة اتنين، التين الشوكي بقى ايه فايدته للجسم؟ عريق. الريق. تمام تمام تمام. السؤالين اللي هم علاقه بالاستاذ حسن، في سؤال تاني؟ ماشي يا دكتور. تمام سامع حضرتك، هجاوب عليك. في سؤال تاني يا استاذ حسن؟ شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا. طيب هو سؤالين اللي هم علاقه بالتين الشوكي هنجاوب باختصار. هو التين البرشومي الاول قال عليه ده بالنسبه للسكر، وفي سكريات عاليه برضو هو عامل زي البلح أو الرطب. البلح والرطب برضو ما يستحسنش يتاخد منه كمية كبيرة. يعني هو ممكن يتاخد سمرة واحدة بالنسبة لمريض السكر. بلح؟ البلح من الحاجات اللي فيها نسبة سكريات عالية جدا، مش مستحبة لمريض مريض السكر اللي بيعاني من مرض السكر. يعني نفس القصة برضو تين البرشومي. بالنسبة للتين الشوكي، التين الشوكي يعني هو الكتر منه بيعمل امساك. والفواكه بصفة عامة يعني هي احنا طبعا بنحب الاكثار من الفواكه، بس الاكثار من الفواكه بتنوع، يعني ما ناخدش مثلا نوع معين ونركز فيه وناكل منه مثلا بكميه كبيره، عشان بحاجه التنوع في الاستفاده كمان. يعني بالظبط ده غلط، التعدد في الاستفاده ده غلط. الكتر الـ 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 يعني الاكل من الحاجه الواحده ده بيعمل مشكله، ممكن يكون مفيد في حاجه لكن كتر من كتر هيؤدي لمشكله، ممكن يؤدي الامساك. يعني في مشاكل كتير ممكن تؤدي من كتر الاكل بصوره تمام. صوره واضحه يعني. تمام. معانا مدام ماجده من الشرقيه، اهلا بيك. اهلا وسهلا، اهلا بيك استاذه ماجده، اهلا بيك، اتفضلي يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا فندم، اتفضلي يا فندم. اسمعك بوضوح، وطي التلفزيون تماما عشان اسمعك بوضوح. معاك يا فندم. ماشي. انا بس انا بقول لحضرتك انا عندي صليبه يعني تعتبر في ثانيه ثانوي ان شاء الله. كويس، اتفضل. بس عندها نحافه كده يا دكتور، يعني نحافه جديده يعني هي يعني اكلتنا نفسها تحس ان هي مش زي حتى طفل الحضانه. سؤال مهم. تمام. يعني دي طبيعتها اصلا من صغرها يعني هي تمام. هي بتعاني من انها الشهيه بتاعتها ضعيفه. وانا مش عارفه اعمل معاها ايه يا دكتور، حتى لو غصبت عليها تفطر، يعني انت سامع حضرتك دلوقتي طول وجبه الفطار ضروريه. هي ما بتاكلش بطبيعي يعني، ما مش مقبله على الاكل عادي؟ لا اكلها مش طبيعي يعني، بسيط خالص. بس يعني انا حتى بحب اكلها وجبه الفطار، ممكن تيجي تاكل وجبه الغداء عادي. تمام. طبيعيه شويه. في سؤال ثاني يا فندم؟ لا بس عايزه بس اشوف الصبح قديها عشان تقدر تفطر، حتى لو غصبت عليها وكلها بيضه حتى واحده كده تقول لي هرجع. طيب. يا ماما. حاضر يا فندم. تمام. شكرا. هنجاوب على حضرتك لان السؤال ده السؤال ده يمكن كتير جدا بنعاني منه بالنسبه لاطفالنا. بص حضرتك، هو طبعا الموضوع ده ملاحظ، بنضطر نعمل تحليل هرمونات لان ممكن يكون في عنده مشكله في الهرمونات هي اللي بتؤدي لكده. في طبيعه جسم عندها البناء اقل من الهدم، يعني الحرق عنده كتير، فبالتالي مهما ياكل حتى لو اكله بيحرق. كويس. احنا في الحاله دي بننصح بحاجه غريبه شويه حضرتك يمكن هتستغربها، الرياضه.
الرياضه زي ما هي بتخسس، الرياضه هي برضو من الحاجات اللي بتخلي تفتح الجسم والشهيه بتاعت مقبل عايز الشهيه بتاعت الطفل او الانسان يعني بالظبط. التحاليل هتوضح لنا موضوع اذا كان فعلا هي الهرمونات ليها تاثير عنده عنده الحرق عالي فبالتالي ما بيخزنش في الجسم ولا لا. في نفس الوقت فواتح الشهيه احنا ما بنحبسش، ندي حاجه اسمها فواتح للشهيه. يعني الناس كتير بتروح للصيدليات تقول لك انا عايز فاتح للشهيه، تبقى حاجه بالعافيه كده. لا، اكتر فواتح الشهيه اللي موجوده او المعروفه بفيها كورتيزون، ومش مستحب. الكورتيزون بيجمع السوائل في الجسم والام تفتكر ان هو فعلا وزنه زاد او البنت، لا بالعكس، ده ميه او سوائل في الجسم. كويس. فدي حاجه مش صح يعني. طيب احنا نرجع تاني بقى لحته بقى اولادنا بقى والمدارس والاكل بقى المستحب. هنبتدي ان احنا نعود على الصحيان بدري. في نفس الوقت هناخد الطفل لو سنه صغير معانا يشتري اللانش بوكس بنفسه، ودي برده حاجه يمكن الناس ما تاخدش بالها منها. هو اللي يشتري اللانش بوكس، ينقي اللون اللي هو عايزه. لما نيجي حاجه جذابه بالنسبه بالظبط عشان نحببه في الحاجه دي بتاعته، حاجه بتاعته. في نفس الوقت برضه هو اللي يساعد في تحضير الحاجه، يعني هو مثلا انت عايز النهارده ايه، في لبن بالشوكولاته، في لبن، ما هو بيساعد يروح يجيب. لا، ما هو انا اللي بحبها بس هو انا هاخد اندومي النهارده يا ابني، ما ينفعش. هو للاسف الاطفال بيقلدوا، وفي نفس الوقت الاعلانات بتبقى مغريه. فنحاول نشرك الطفل معانا ونجيب له الحاجه المحببه ليه، ونوعيه كمان ونفهمه دي كويسه مش كويسه. بنحاول نوعيه يعني بقدر الامكان، بس هو بنشركه في ايه. طب في مثلا نوع لبن بالشوكولاته، لبن بالكراميل، لبن يعني نحاول نجيب له الحاجه اللي هو ايه يقبل عليها. الالوان برضو من نفس الحاجات اللي الطفل دايما يقبل عليها، تاثير الالوان. برضو نعوده على ان لازم يكون في ثمره فاكهه موجودة في اللانش بوكس بتاعه. واحنا ما شاء الله مصر موجود، الفاكهة موجودة باستمرار كل سنة. صف وشتا صحيح. بالظبط. وجبة الفطار الصبح دي أساسية بالنسبة للطفل. في نفس الوقت برضو ما نحطلوش حاجة غصب عنه، يعني كل يوم جبنة وحلاوة، جبنة وحلاوة، يعني حضرتك أكيد عصرت الموضوع ده. لا، نغير. في نوع من النوتيلا، في نوع من الحلاوة، الجبنة، جبنة، أنواع الجبن كتير. نشوف هو بيحب إيه ونحاول نقرب له. دي بتساعده ان هو فعلا في شهيته تفتح وياكل. تمام. العامل النفسي بقى يا دكتور علاء، وانت بشرف النهارده بتخاطب بقى الاباء والامهات، بتخاطب المدرسين لو التلميذ بيتعامل معاهم، تقول لهم يقابلوه ازاي، يتعاملوا معاه ازاي عشان ما يبقاش معاند باستمرار. لا لا لا، عايز في حاله تفاهم كده بالنسبه حتى البرنامج اليومي، يعني ازاي الاب والام يتعاملوا مع ابنهم او بنتهم اللي رايح المدرسه، والمدرس يستقبله ازاي. بص حضرتك، هو طبعا يعني اي واحد ما بيحبش ان حد يقول له في وشه لا ده غلط، لا ده لا اعمل كذا. يعني هي الاوامر والحاجه المباشره دي ما بتبقاش محببه لاي حد يعني. نفس الطريقه مع الطفل. الطفل يمكن مستوى الاستيعابي اقل والعقلي اقل من الانسان الكبير. فبالتالي احنا بننزل لمستوى الطفل ونحاول نقرب له ونجيب له الموضوع بطريقه مش مباشره. تمام. فبالتالي هيسمع التعليمات او بطريقه متقبله ومستحبه بالنسبه له. وهو برضو بيقلد، يعني احنا مش عايزين احنا نعمل حاجه وفي نفس الوقت نقول له ما تعملهاش. طب ما انا بعملها، ازاي هقول له؟ صحيح. ازاي هقول له يعني اشرب ميه مثلا ساقعه؟ ولادنا بقى اللي عايزين يسهروا بالليل بقى على الوسائل التواصل الاجتماعي بقى المدارس، هنبتدي نقننها. نقول لهم ناموا بقى بدري عشان يصحوا بدري ويبقى الحياه. بص، هو بمنتهى البساطة هنبتدي نقنن، مش هنقول له خلاص مفيش موبايل، مفيش تاب، مفيش. تمام. لا تمام. هنقول ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين، والباقي بقى مذاكرة نظبط البروجرام بتاع اليوم. تمام. دكتور علاء، أنا سعيد جدا، الفقرة خلصت، أنا بصراحة مش عايزة تخلص. سعيد جدا جدا بلقاء خبير التغذية العلاجية الأسطورة صاحب السعادة معايا النهاردة، دكتور علاء شحاتة. شكرا جزيلا. شكرا لسعادتك، وان شاء الله المره الجايه نكون ان شاء الله في لقاء اقوى ان شاء الله. دكتور علاء شحاته، انت النهارده شرفتني وقدمت مجموعه من المعلومات القيمه متعلقه بيوم صحي صح. يا ريت يا جماعه مشاهدينا النهارده تبتدوا ترتبوا وتتعاملوا مع اولادكم بهذا الشكل، وانتم نفسكم كمان حتى تكونوا قدوه، ان النهارده هناكل بطريقه معينه، نمشي بطريقه معينه، نمارس الرياضه، ننام. حتى المعلومات القيمه اللي قدمها استاذنا دكتور علاء شحاته خبير التغذيه العلاجيه، ليه نلتزم بده، نقوم ازاي، ناخد الشاور ازاي، نشرب ميه قوي قوي، مهم قوي قوي، 70% من جسم الانسان ميه.
بتقدم بخلص. شكرا دكتور علاء شحاته خبير التغذيه العلاجيه، شكرا جزيلا. شكرا لسعادتك واللقاء القادم ان شاء الله. ربنا يخليك. مشاهدينا النهارده قدمنا مجموعه من المعلومات، كان معانا فقره اولى الاستاذ فتحي رجائي مرشح مجلس نواب نموذج للشباب، فقره ثانيه قدمنا الدكتور علاء شحاته خبير التغذيه العلاجيه. بتقدم بخلص شكر وتقدير لكم مشاهدينا ولكل حد كان معانا في الاستوديو النهارده وفي الكنترول روم والاعداد، بشكركم جزيلا وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.